البلد يناقشوننا عن فكرة بداية ثقافة. الآن فيها أكاديمية بداية، حدثنا عن هذه الفكرة إجمالا، متى تبدأ؟ يعني حدثنا. طيب إيش مجهز لها يعني؟ طيب هو المفترض يعني أنا حديثي ترى سابق لأوانه، احنا ان شاء الله الحوار راح يكون ان شاء الله بعد يومين ثلاث ايام، لكن احنا طمعنا فيك الان نبغى حصريات في فلاش، ما في اشكاليه. مجلس الاداره يعمل على ان الله يبغى مقطع بس الله يعزك، انت تنزل حصريات في الشاشه غير ينزل حصريات في سناب شات وفي تيك توك، تفضل. ايوه وهذا بضربه ضرب والله لدمي راسي، اصبر علي علمني تليفون والله هم المقدم، المقدم اشغلنا ده. طبعا فهد باذن الواحد الاحد إن آخر إن آخر برنامج يكون معنا بإذن الله، آخر برنامج مدير عمليات، لأنه هو مدير فتق العملية ويفتق العملية في عملية قلب مفتوح، صح؟ في عملية فتق جنب هو يفتقها ما يصلح. طيب بخصوص بداية أكاديمية، مجلس الإدارة يعطيهم الصحة والعافية. أول شيء نشكرهم على منحهم يعني ثقة فينا، وفي أنهم يعطون الفرصة في أن نبحر في أفكارهم وننطلق بإذن الله ونحققها. هم يسعون الآن أنها ما تكون مجرد قناة، انطلقوا في بداية ثقافة وانطلقوا في أكاديمية بداية. أكاديمية بداية بإذن الله راح تكون يعني رحلات نسمح لبعض المشاهدين في المشاركة معنا فيها، راح تكون تثقيفية، توعوية، ترفيهية، بالشراكة مع مجموعة جهات، سواء كانت جهات خاصة أو جهات تعمل على نفس المجال اللي احنا نعمل فيه، بالإضافة إلى أنها راح تكون لها تواجد في منصة بداية وراح تعرض ان شاء الله للجمهور. يعني بتكون هل بتكون لايف او مسجله او هذه التفاصيل؟ بعضها مسجله وبعضها لايف، ولكنها قريبه جدا يعني تعرض على الشاشه يعني خلال ايام معدوده. يعني بديتوا تعملون على احنا بالخطوه الاخيره، بالخطوه خلاص. الاخيره الان يعني خلال ايام فقط راح ترى النور. انت تتكلم ابو نايف، قبل الحفل الختامي باذن الله راح تنتهي يعني المهمه كامله ابو نايف. اعذرني الان، خلينا نتكلم بالمنطق عشان المشاهد يستوعب. انت تتكلم الان عن ثلاث اعمال كل عمل منهم اكبر من الثاني، صناعه محتوى على شاشه بدايه، وصناعه محتوى ثقافي في بدايه ثقافه، والان صناعه محتوى اكاديمي وتعليمي وترفيهي في اكاديميه بدايه. هذا تتكلم يعني ليس من العقل والمنطق ان يقوم بها فريق واحد. طبعا طبعا. هل هناك يعني غير افراد في جهات تعمل معنا على تحقيق يعني هناك افراد مختصين؟ في افراد مختصين بالاضافه الى جهات تعمل معنا لتحقيق الهدف المطلوب، والهدف اولا واخيرا هو المشاهد اللي يكون مستفيد، بالاضافه الى انهم يشاركون في التجربه على ارض الواقع، وهذه ان شاء الله راح يعني ترى النور قريبا. تسمح لي اتوقع يوم يومين باذن الله راح تشوفها على شاشه. تسمح لي اسرب حاجه اكتشفت اليوم؟ لا بدون لا بسرب حاجه بس هيك على حاجه. اليوم اكتشفت ان سعود العتيبي يبارك لاحد اعضاء الفريق حصوله على دورات مقدمة في مجال تخصصه في أحد المنصات العالمية الإعلامية. ما الهدف من هذه الدورات؟ لمن تقدم وكيف تقدم؟ هذه مبادرة جميلة من مجلس الإدارة أيضا، جزاهم الله خير. إن فريق العمل بما أنه يعمل فإحنا نشوف من هو الأكثر اجتهادا، وعشان نكافئه ويعتبر هو الموظف المثالي نقدم له دورة تدريبية متكاملة مدفوعة التكاليف، فنقول له تفضل. في دورة قادمة قريبة تم تحديد أحد الأشخاص من فريق العمل راح يأخذها في مجاله من أجل أنه يتطور فتنعكس إيجاباً على الشاشة. أنا في أكبر الأكاديميات اللي موجودة عندنا ومدفوعة يعني مبالغ طائلة يعني في الشرق الأوسط، واندفع عليها اندفعت مبالغها كاملة وإن شاء الله راح. أول شيء يعني أنا أشكر مجلس إدارة على مثل هالمبادرات لأنها تعني الدفع المعنوية للفريق الفني والكادر الفني والإداري اللي يعملوا معهم. أتمنى وأطالبهم طلب بسيط جداً أنهم يتبنون احد المقدمين تمام ويسوي له عمليه في لسانه. احمد رحيم نعم واستعدت فنصف انا وعلي ليس ابن الملوح. ايوه تمام. وطه كيف يقولها؟ طه 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 ابن الملوح هذا يمسكوا لسانه يعطوه من فمه ويركبوا لسان كهربائي اي شيء. خطوه جيده خطوه جيده اتمنى انه يبدون فيها. لكن انا بالنسبه لي صراحه كنت متفاهد فيها وسالتها اليوم والبارح، قلت الاهتمام بالجانب الفني والكادر الفني كتطوير وسعي لمثل هالمجال ترى يحسب ويشكرون عليه، لانه فعلا هذا الشيء بيعكس نتائجه على الشاشه للجمهور، رفع مستوى ما يعرض للشاشه للجمهور من فقرات من ادوات من متسابقين. الاكاديميه ممكن حيعرض تفاصيل كثيره منها خلال الايام القادمه، فكرتها جدا جميله جدا. ما زلت اقول ما يبطل السيل من كبره، وصدقوني انه هذا الشيء ما هو الا راس جبل الجليد، المتبقي كله في الاسفل سترون ان شاء الله قريب. شكرا لك. بس شكرا. انا زعلني شيء،
يعني انا المفترض اني ادخل معاهم ضمن يعني الموظف المثالي وزي كذا. قالوا والله يا ناصر ودنا نعطيك دورات تدريبيه بس انت انت يا ابو نايف، انت ابو نايف من صناع القرار للامانه. انت من الناس اللي تحدد يعني يعني اللي من الناس اللي طوروا اشخاص كثير يعني في المجال الاعلامي، منهم محدثكم ابو نايف وابو ناصر، حتى ابوه، حتى ابوه ابوه الله يعطيه ويطول عمره ويعطيه الصحه والعافيه والدينا جميعا. شكرا لكم جميعا. قبل اختم انا عندي محور تو تذكرته، خذ راحتك المجال لك. اذا دخلت مطعم ومثلا جيت تطلب عشاء مشاوي او رز او اكل لبناني ادام ايا كان او مكرونه، صح ولا لا؟ وش تسموها؟ مصطلحات يعني. اذا جيت